اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل، في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم، بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها من كل أمر حكيم ويبرم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل، في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم، بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم،
التي يفرق فيها من كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها من كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا
مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل، في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم، بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها من كل أمر حكيم ويبرم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.